السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وبذلك أمرتم، واعلموا أن هذه الدنيا فانية، وإن الآخرة دار البقاء. ولذلك ترى أن أصحاب الدنيا أصحاب الجبال من الأموال يظنون أن هذه الجبال من الأموال والذهب والأرصدة تعصمهم من أمر الله تبارك وتعالى، ويكون بذلك لهم أمان، وأن لعاص أمان. يظن صاحب المال أن ماله سينجيه من عند الله يوم القيامة، وأصحاب الرئاسات والسلطات وغير ذلك يظنون أن هذه الأمور ستنفعهم يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أصحاب الأموال ينظرون إلى الفقراء من المؤمنين، وإن كانوا على صلاح وخير وطاعة وعبادة ولهم علاقة عظيمة مع الله تبارك وتعالى، ينظرون إليهم بعين النقص. لماذا؟ لأنهم لا يوجد ما عندهم، عندهم أموال ولا يوجد عند هؤلاء الفقراء ما يوجد عندهم، عندهم بيوت فارهة وعظيمة وجميلة وأموال هائلة، وهؤلاء الفقراء لا يوجد عندهم شيء، لذلك يستهزئون بهم وينظرون إليهم بعين النقص. وأن لعاص أمان، فلا نجاة عند الله تبارك وتعالى من عذاب الله ومن نار جهنم إلا بركوب السفينة. وما هذه السفينة؟ نضرب مثلا من كتاب الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات القليلة وفي هذه الدقائق القليلة في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله، الذي يسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. تعلمون في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، عندما أصبح قومه يعبدون غير الله تبارك وتعالى، بدأوا يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون الصالحون، فالله تبارك وتعالى أرسل فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام، وعاش بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما،
وهم يكذبوه وهم يحاربوه وهم يردون عليه وهم يبارزون الله بالكفر والشرك ويبارزون الله بتكذيب رسوله نوح عليه الصلاة والسلام، يتهمونه بالكذب والسحر وغير ذلك، ويحاربونه بأنواع من المحاربة لأنهم كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى قدر عليهم أن يعذبهم وأن يغرقهم، فلذلك أمر نوح عليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك، أن يصنع السفينة. وبين لنا الله تبارك وتعالى أن من ركب السفينة فقد نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. قال تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمره بأن يصنع الفلك. قال الله تبارك وتعالى: بأمري وتحت رعايتي وعلى مرأى مني وبعوني وبإذني فاصنع الفلك. أمره بأن يصنع الفلك السفينة. وقال الله تبارك وتعالى: لا تراجعني في إهلاك هؤلاء، هذا القوم في إهلاك هؤلاء، إنهم مغرقون. حق عليهم العذاب، حق عليهم العقاب، أن الله عز وجل كتب عليهم الفناء وكتب عليهم العذاب، وفناؤهم بعذاب لم يكن لقوم غيرهم. فالله تبارك وتعالى أمر أنهم سيتحقق عليهم ما قدر الله تبارك وتعالى عليهم في الأزل، سيغرقون وسيعذبون. فقال سبحانه وتعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم، ما مر عليه ملأ من قومه إلا يسخرون ويستهزئون به، لأنهم كفروا به ولم يؤمنوا برسالته، فكيف وهم يرون أنه يصنع السفينة على أرض جاف بلا ماء، كيف يصدقوه؟ فلذلك فما مر عليه مجموعة أو طائفة أو رجل إلا ويستهزئ بنبي الله عليه الصلاة والسلام لأنه يصنع السفينة. فقال نوح عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل على لسانه: أنتم تسخرون منا فسترون من يسخر بمن، سنسخر بكم كما تسخرون. فقال: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سترون العذاب، وراءوا العذاب. قال: سترون العذاب وسترون كيف يعذبكم الله تبارك وتعالى ويخزيكم على كفركم بالله عز وجل وبشرككم بالله عز وجل وبتكذيب أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. سوف ترون العذاب ويحل عليكم العذاب. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمر الله عز وجل الذي أمر في الأزل أن يهلكهم وأن يغرقهم، جاء أمر الله تبارك وتعالى وحل بهم العذاب. حتى التنانير التي عادة ما تكون إلا للنار
فبأمر الله تبارك وتعالى انفجرت عيونا ومياه، وفجرنا الأرض مياه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا ما قال الله تبارك وتعالى، التقى الماء، ماء السماء وماء الأرض من العيون من كل مكان على قمر، ألا على أمر قد قدر، على أمر الله تبارك وتعالى، على ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل. نعم، جاء أمر الله تبارك وتعالى حتى التنانير انفجرت بالمياه، فالتقى الماء. فبعد ذلك قال نوح عليه السلام، أمره الله عز وجل أن يركب السفينة وأن يحمل معه من كل أصناف الحيوانات أو الكائنات الحية زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. فالله تبارك وتعالى بعدما أمره أن يركب السفينة وأن يحمل من كل الأصناف زوجين اثنين من الذكر والأنثى، فالله تبارك وتعالى قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فبعد ذلك قال الله تبارك وتعالى وأمره بسم الله تبارك وتعالى اركبوا بسم الله تبارك وتعالى تجري السفينة بسم الله تبارك وتعالى يحفظكم الله تبارك وتعالى ويهلك العدو ويهلك الكافرين ويهلك من كذبه ومن حاربه ومن لم يؤمن به ومن حاربه بأنواع المحاربة. وفي هذه اللحظة أو في هذه اللحظات قال نوح عليه الصلاة والسلام، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ظن العاصي أن الجبل يعصمه من أمر الله تبارك وتعالى، يظن العاصي جبل المال يعصمه من عذاب الله ومن أمر الله عز وجل، يظن العاصي جبل الذهب يعصمه من أمر الله تبارك وتعالى، يظن أهل الشهوات والدنيا وأهل الثروات والأرصدة وأهل الرئاسة والسلطات يظنون أن هذه المناصب وهذه الجبال تعصمهم من أمر الله تبارك وتعالى. قال يا ابني لا تكن مع الكافرين، اركب معنا لا تكن مع الكافرين. فهو لم يؤمن بأبيه، فلأنه لم يؤمن بأبيه فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون مع من يغرق ويهلك، لأنه عصى الله تبارك وتعالى بكفره وبعدم إيمانه بأبيه وبرسالته. فقال أنا سآوي إلى هذا الجبل، فهذا الجبل يعصمني من الماء. قال يا ابني يا بني لا نجاة من أمر الله عز وجل، لا نجاة إلا من يركب السفينة، هذا أمر الله تبارك وتعالى، لا ينجو أحد إلا من ركب السفينة، فكن معنا لا تكن مع من كفر بالله عز وجل، اركب معنا لا نجاة إلا من ركب السفينة. قال لا، الجبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فرحم الذين ركبوا السفينة مع نوح حفظهم الله عز وجل ونجاهم من الغرق ونجاهم من الهلاك، وهلك من كفر بالله عز وجل ولم يؤمن بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وكذبوه وحاربوه، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تدبروا إخوتي في الله، تدبروا معي بارك الله فيكم، تدبروا معي، الذي ركب السفينة هم الذين نجوا، هم الذين نجوا، الذين ركبوا السفينة. تدبروا معي، الذين ركبوا السفينة نجوا. وأنا أعيد في هذه الكلمات لعل أن نتدبر هذه الآيات وهذه القصة ولو كان باختصار. الذين ركبوا السفينة هم الذين نجوا، هم الذين نجوا. قال سبحانه وتعالى بعدما نادى نوح ابنه قال له لا نجاة إلا من ركب السفينة. وقال إمام مالك، وقال إمام مالك إمام دار الهجرة، السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، فمن ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. فوالله الذي لا إله إلا هو، شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق واحد إلى الله تبارك وتعالى، فمن ركب هذه السفينة فقد نجا، نجا ويعيش في أمان ويكون في أمان وإلى الأمان، يكون في هذه الدنيا في أمان وإلى الأمان، ويكون في القبر في أمان، ويكون يوم القيامة في أمان. كونوا على يقين أن هذا التشبيه تشبيه عظيم، سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل سفينة نوح، فهناك من ركب السفينة نجا، ومن حارب أهل السفينة غرق. فسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ بها واتبعها فقد نجا وسار إلى الله تبارك وتعالى، وسار إلى الله تبارك وتعالى ونجا من عذاب الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت الفاعل، وإذا رأيت الفاعل يلتفت يمنة ويسرى عندما يفعل وعندما يعبد الله عز وجل، يلتفت يمنة ويسرى، فتيقن أن في قلبه شيء يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يعبد الله عز وجل أن يتجه إلى الله عز وجل بقلبه ويتجه بوجهه وبدنه، فمن توجه إلى القبلة وقام ليصلي وأتم الصلاة أتى على وجهه الصحيح ولكن في قلبه التفات إلى غير الله عز وجل، لا فائدة في هذا الاتجاه، في هذا التوجه إلى القبلة وإلى الله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون القلب متجها إلى الله عز وجل، ويكون الوجه متجها إلى القبلة، ويكون الأعضاء متجهة إلى الله تبارك وتعالى، فبذلك يكون من الناجين. فسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته ومنهجه سفينة نوح، فمن ركبها فقد نجا. نعم، ينجو، أين ينجو؟ ينجو في هذه الدنيا لا شك في ذلك،
ولكن أعظم النجاة هو النجاة من عذاب الله يوم القيامة. النجاة من عذاب الله ومن نار جهنم يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا. نعم، في ذلك اليوم يكون يوما عصيرا على الكافرين في غاية الصعوبة. وفي ذلك اليوم ويوم يعض الظالم على يديه، تدبروا معي بارك الله فيكم، نحن أمامنا سفينة، تدبروا معي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سفينة أمامنا، سفينة، تدبروا بارك الله فيكم، والله الذي لا إله إلا هو لا نجاة إلا من ركب السفينة، سفينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعض الظالم على يديه يوم القيامة تأسفا وتحسرا، لا ينفع الأسف تأسف ولا ينفع التحسر والحسرة والحسرات أبدا، لا ينفع شيء. على ماذا؟ يا ليتني لم أكفر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يا ليتني كنت على طريقه، يا ليتني كنت على منهجه، يا ليتني ركبت سفينته لأنجو اليوم. والله لا نجاة إلا من ركب سفينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا من سار على سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فلانا سواء كان من شياطين الإنس والجن، سواء كان من شياطين الإنس والجن، فمن أعرضه عن ذكر الله تبارك وتعالى أصبح شيطانا، سواء كان من الجن أو الإنس. وكل عبادة لغير الله تعود لعبادة الشيطان، لأنه في الأصل الشيطان الذي زين لهم أعمالهم، فكان الشيطان للإنسان خذولا. وهنا الشكاية أيها المسلمون بعدم الركوب السفينة، تدبروا بارك الله فيكم، شكاية عظيمة، شكاية إلى العظيم، وشكاية من عظيم، وشكاية من أجل العظيم، تدبروا معي. وهنا تأتي الشكاية، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكاية، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشكو إلى من؟ إلى العظيم، إلى الله تبارك وتعالى. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يشكو من أجل ماذا؟ من أجل القرآن العظيم. تدبروا، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا من تريد النجاة، السفينة أمامك، سفينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يشكو محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر، الذين تركوا القرآن، جعل القرآن خلفهم
وتركوا القرآن، سواء كان لم يؤمنوا بالقرآن، سواء كان آمنوا بالقرآن لم يسيروا على منهج القرآن ولم يستفيدوا من القرآن ولم يأخذوا من القرآن ولم يحكموا بالقرآن ولم يعيشوا على ما رسمه لهم القرآن، فيشكو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. فيا من تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، لا تكن من هؤلاء أمامك سفينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عد إلى كتاب الله عز وجل، وعد إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا نجاة إلا بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. My brothers and sisters in Islam, we see in today, especially these days, the sinners, the people of the dunya, the people who trying to collect money, and the people of positions and of wealth, they proud for what they have. They think the mountain of wealth is going to benefit him and save him on the day of judgment. And they think the position and money and gold and soldiers and responsibility and beautiful houses, they think this stuff, the beauty of this life, they're going to benefit him on the day of judgment. And that's why we see the people of wealth, they make fun of the people who have no money, have no, not beautiful houses, or they don't have beautiful cars, they don't have positions. Even they know they have a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. They know they are upon the right path, but because of the wealth, they think they are better than them. So they think the wealth, their positions, and the gold, and this kind of stuff, make them better than others. And we want to see who is better than others. Who is better than who? And we want to see, even the time too short, from one story, short meaning of the story, of this story, to see who is going to be saved and who is better than who, and who is going to be close to Allah subhanahu wa ta'ala, who is close to Allah subhanahu wa ta'ala in this life, and who is going to be close on the day of judgment to Allah subhanahu wa ta'ala, and who is going to be saved from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, who is going to be punished on the day of judgment. Nuh alayhi salatu wa salam, the prophet Noah alayhi salatu wa salam, when his people start worship them other than Allah subhanahu wa ta'ala, when they start worship the idols, and the righteous people, Allah subhanahu wa ta'ala send prophet Noah to correct them, to direct them to Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So he stayed with them 950 years. And then very small amount of people, numbers of people, they believe Prophet Noah, peace be upon him. And they reject his message. They disbelieved Allah subhanahu wa ta'ala. They reject his message. They fight Prophet Noah, peace be upon him. And then Allah subhanahu wa ta'ala, is the pre-decree of Allah subhanahu wa ta'ala, his people to be punished with water
from the sky and from the earth. So Allah subhanahu wa ta'ala, when the people reject Nuh alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala, He knows what they're doing, and He knows they're not gonna believe. They're not gonna believe Him anymore. So Allah subhanahu wa ta'ala command Him to make the ark, the ship, for the people to ride it. And then he starts with the ark. So they're making fun because they don't believe him. And then he starts making this ark, and there's no water. So they start making fun. Anyone passed by him, they're making fun. And then he said, when the time come, then you will know who making fun on who. When the time come, you know who is the winner and who is a loser. When the time come, you know who's gonna be saved and who's gonna be punished and punished forever. So when he starts, Allah subhanahu wa ta'ala command him to make this ark. And then when Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala command the sky for the rain and start everywhere upon the earth eyes of water, everywhere water coming out, even from the places they used to use it for cooking or baking bread or anything, everywhere starts water coming out. So the water starts together from the sky and the earth, and then Allah subhanahu wa ta'ala show it to them, both sides, Nuh alayhi salatu wasalam and the people who ride with him and the people who disbelieved him. Allah subhanahu wa ta'ala showed to all of them what happened and what's gonna happen in the day of judgment also. So Allah subhanahu wa ta'ala command Nuh alayhi salatu wasalam to put in the ark from anything from the human being, from the bird, you know, from the animals, from the insects, male and female. And then his son from one of the people disbelieved Nuh alayhi salatu wasalam. When the ark started moving above the water, so he called his son, "Oh son, don't stay with the disbelievers. Come ride with us. Come ride with us." So he said, "I'm gonna go to the mountain. I'll be saved from the water." So think about this story. Even as is a short time, and myself with my English, I have difficulty to explain it better what I'm doing, but I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a benefit to make us to understand. And if you want to go back to the story to get benefit more, you can do that. Allah subhanahu wa ta'ala after command him to put everything, and then he called his son. He said, "I'm gonna go to the mountain, I'm gonna be saved." He said, "No one gonna be saved today except the people who ride the ark." Think about it. He said, "There's no one will be saved
Today accept the people who will be saved with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The people who ride with Nuh alayhi salatu wa salam. No one else will be saved. Allah will destroy everything except the ark. The ship will be saved. And then to connect the story, this story, with today or with the Sharia of Islam, Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, he said the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, that the Ark of Noah, whoever ride it, he will be saved. Whoever not, Allah will destroy it. Everything, he's gonna be punished and he's not gonna be saved, either in this life or on a day of judgment. This is showing there's no way to be saved except to ride the ark. If you not, so there's no way to get back to Allah subhanahu wa ta'ala. There's no way to be saved from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. There's no way to be saved from the punishment of this life and on the day of judgment, except to ride the ark of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, as the people of Nuh, they ride the ark with him. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, the oppressors, the one who oppressed himself by disbelieving Allah subhanahu wa ta'ala, by disbelieving his prophet, against his prophet, against his religion, his legislation, on the day of judgment, he will bend his hand and he will be sorry, feel sorry for what he did. And he will say, I wish, if I believe Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, I wish if I follow him, I wish if I was upon his way, I wish if I ride his ark. Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, the ark of Noah, peace be upon him. On the day of judgment, he will be feel sorry. The one who now ride the ark of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, on the day of judgment, feel sorry and is not going to benefit him. It's not going to benefit him. Feel bad is not going to benefit him. Hurt is not going to benefit him. He's going to be punished. It's not going to benefit him. If you admonish yourself, if you say bad to yourself, if he do whatever you do, if you not ride the safina, if you not ride the ark, so on the day of judgment is not going to benefit anything. And then on the day of judgment, the people who they went away from the way of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, on the day of judgment they will say, bad for me, why I follow such and such and such, they keep me away from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Why I follow such and such and such, either from the human, from the devils of the human or the jinn. And the day of judgment, he will say, why I follow such and such and such, they keep me away from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, from the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, from the Quran, from the sunnah, from the ark of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The shaitan, the devil, he doesn't want you to ride this ark. No, he wants you to be punished on the day of judgment. He's looking for the followers. So think about yourself. Don't be from the followers of the shaitan. The one who not taking
Now taking the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the one who now ride the ark, so he's taking another way, and any other ways is following the shaitan. Because the original, if you follow anything else, the shaitan make it beautiful for the people, make it beautiful for the people, and the people they follow other than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. And then think about complain of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam on the day of judgment, he will say, "Oh Allah," is complaining to Allah subhanahu wa ta'ala. Complain, "Oh Allah, my people, they stay away from the Quran. They left the Quran off. They left. They not believe the Quran. They not follow the Quran. They not apply the Quran. They not get benefit from the Quran. Either they don't believe it, or they believe it, they not follow it. Oh Allah," is complaining to who? To Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azim, the great. Allah subhanahu wa ta'ala. Who's complaining? Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the best of the creation. Complain about what? About the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Think about it, brothers and sisters. Wallahi, this example of Imam Malik is a beautiful example. The Ark of Noah, whoever ride it, he saved. And the Ark of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his sunnah and his way. Whoever follow it, whoever ride it, he will be saved. End his life and on the day of judgment. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لركوب هذه السفينة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الفائزين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله. وأقم الصلاة.